أول شيء أنا لما كنت أرجع من الامتحان أول خطوة أسويها أفتح اليوتيوب وأكتب الأجوبة النموذجية لأسئلة مثلا 2019 أو 2018، أنتوا حاليا 2022، حتطلع لكم الأجوبة النموذجية اللي هم المصححين يصححون على أساسهم. راح أشوف لكم هسه مقطع مختصر عن اللي دا أحكي. أول شيء تدخلون على اليوتيوب تكتبون أجوبة نموذجية لأي مادة أنت تريدوها امتحنتوا بيها، إسلامية، أحياء، لغة إنجليزية، رياضيات. حتطلع لكم دائما اختاروا الفيديوهات اللي توها منشورة، يعني قبل 8 أيام أو قبل مثلا ساعتين إذا أنتوا توكم طالعين من الامتحان. تطلع لكم أول شيء الأسئلة، تأكدوا إنه هي هاي أسئلتكم، وبعدين حتطلع لكم الأجوبة النموذجية على أساسها احسبوا درجتكم. يعني مثلا تذكروا إنه أنتوا شحليتوا الجواب الصحيح نفس هذا الجواب النموذجي، حطوا الدرجة اللي تقدروها. بعدين آخر شيء لما تجمعون درجتكم نقصوا درجتكم 10 درجات أو 5 درجات احتياط، يعني عشان نقول إحنا نكسر نفسنا على مود ما ننصدم بعدين، خاف يعني مصحح مثلا يحاسب على حرف، يحاسب على رقم، يحاسب على مثلا فكرة شوية بها اختلاف، فأنتوا نقصوا نفسكم 5 إلى 10 درجات على مود ما تنصدمون. أما إذا كانت الإجابة نصاً مثل ما هي فلا، يعني أنطوا لنفسكم درجة كاملة. طبعاً هسه بعض منكم قد يقول أنا ليش أدوخ نفسي، هو الامتحان خلص وراح. لا، أنا بالنسبة إلي ما أعرف إذا أكو أحد مثلي أو لا، بالنسبة إلي كنت ما أقدر أقرأ الامتحان الثاني إذا ما أتأكد وأطمئن من الامتحان اللي راح، حتى أنه أنا يعني إذا كان عندي خطأ أو لا عادي، المهم أعرف خطأي وين أحسب درجتي على مود أطمئن. بعد انتو يعني بكيفكم تريدون تطمنون نفسكم تحسبون الدرجة اول ما ترجعون، هي ما تطول اكثر من ساعة على مود لما تروحون للامتحان الجاي، الامتحان اللي قبل تنسونه نهائيا، ما ظلون تفكرون بي. فهاي الطريقة انا انصحكم انو تعتمدوها على مود بس يعني شو نقول تريحون قلبكم. حتى وان كان عندكم خطأ عادي، خلص شو قلنا بالبداية، انتو هذا الشيء اللي كتبتوه بالدفتر الامتحاني والمعدل اللي راح يطلع لكم والدرجة اللي راح تطلع لكم، وحتى وإن اعترفتوا وطلعت الدرجة تختلف عن اللي طلعت لكم، كل هاي الأشياء هي مقدرة، كل هاي الأشياء هي مكتوبة لكم من قبل لتدخلون السادس أصلا. فأنت اطمئن إنه سويت الشيء اللي عليك وتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأي شيء يطلع لك خلاص، أي شيء يطلع لك فهذا الشيء ما دام الله كاتب لك إذن هو أحسن إلك، أحسن من الشيء اللي أنت تريده أصلا. فدائما اختيارات رب العالمين تكون أحسن من اختياراتنا، ونعرف هذا الشيء بعدين، صدقوني بعدين راح تعرفون هذا الشيء. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show